السيروتونين. واللي ما يعرفش السيروتونين فهو يا صديقي حاجه انت بتحبها، الا وهو فهو هرمون السعاده يا صديقي. طبعا كل الناس عايزه تزود هرمون السعاده، مفيش حد مش بيحب السعاده، كل الناس بتحب السعاده وكل الناس عايزه تبقى سعيده دايما. بس تعال الاول نعرف هرمون السعاده بيتكون من ايه وبيجي امتى وليه. اول حاجه هرمون السعاده اللي هو السيروتونين. السيروتونين رسوم احد اهم النواقل العصبيه الكيميائيه التي يستخدمها خلايا الدماغ للتواصل فيما بينها. بس يوني دلوقتي هيقول لي ايه الكلام ده. اول حاجه هرمون السعاده بيساعد في صحه وسلامه العقل، بحيث انه لما بيكون في المستوى الطبيعي بيخليك سعيد نفسيا وعاطفيا، كمان بيخلي الانسان طبيعي وهادي وكمان مستقر. طبعا انت جه في دماغك دلوقتي حلو ده نزوده ازاي، حابب اقول لك ان ده ليه جانب حلو وجانب وحش. الجانب الحلو ان هرمون السعاده اللي طرق بيزيد بيها، زي مثلا انك تاكل بيض او سمك سلمون اناناس عين جمل وحاجات تانية كتير. كمان تخيل ان له كمان علاج، تخيل هرمون السعاده ليه علاج. بعد كده مش هتدخل الصيدليه تقول له عايز علاج السكر او الضغط، لا ده انت هتدخل تقول له عايز انبسط. طيب ده كده الجانب المشرق، طب والجانب المظلم؟ حابب اقول لك ان الجانب المظلم في هرمون السعاده، هرمون السعاده لما بيعيد الدوره بتاعته في الجسم ممكن يسبب القيء او الغثيان، واحيانا جفاف الفم والارق وعصبيه ومشاكل جنسيه كمان خلاها تولع بقى. طبعا احنا مش هنختلف ان السعاده شيء جميل، والحياه مستحيله من غير لحظه سعيده، وممكن السعاده دي تكون في حد من العيله او حتى حد من صحابك. خلي بالك يا بسيوني، الحياه ليست الا فتره قصيره، عيشها بكل مقاييس الجمال حتى في اشد لحظاتك حزن. دور على الحاجه اللي بتحبها واعملها، الحياه مش هتتعاش غير مره واحده وبس يا بسيوني. وكما قال الشاعر تامر حسني، ما تاكلش الجبنه البيضة لو كان نفسك في البلوبيف، واصرف كل اللي في جيبك دلع نفسك عيش صريف. في النهايه يا بسيوني ما تنساش تبص على المصادر تحت، تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. ثابت وين الكلام كل الناس. وكان معكم يا بسيوني كريتيف بلس.